الخلق ينظرون جميعا كيف تبني مصر قواعد مجد الإنسانية، من حضارة مصر العالمية إلى منارة الأسكندرية العلمية. وصلت مصر لهذه المكانة التاريخية. هناك من يقول أن هذه الأيام قد مضت وانتهت. هؤلاء مخطئون، لأن الجينات المصرية ما زالت ساكنة في الإنسان المصري. إن ما نحتاجه اليوم هو النهضة التي تعود بالمجد وتضيء المستقبل. ما نحتاجه اليوم هو ثورة في المعرفة والإنتاج لبناء مصر الحديثة. في الماضي بنينا عجائب الدنيا، كنا نعرف، كنا نعمل، كنا نفعل. بنينا الأهرامات، السد العالي، وقناة السويس. الآن يمكننا أن نبني واحدة من أعظم مدن العلم والتكنولوجيا في العالم. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي هرم مصر الحديثة، هي المشروع القومي لكل المصريين، مشروع نهضة الأمة وركيزة مستقبل أولادنا. نعم، مصر تستطيع. بالعلم مصر على الخريطة. زي يعني ما ختم يعني الراحل الدكتور أحمد زويل بالعلم مصر على الخريطة، هو الحقيقة أنه في مقياس الحضارة الإنسانية اتغيرت ترتيب الأولويات. فكان في زمان الحضارات بتبنى وبتقاس بإنجازات من أنواع أخرى، وعشان كده الحضارة المصرية القديمة أخذت مكانة عظيمة بمعجزات معمارية وإنشائية عظيمة، كانت يعني جزء من الميراث اللي احنا لسه بنفتخر بيه لحد النهاردة. لكن العلم بيحط البلاد في خريطة جديدة وخريطة مختلفة، هي خريطة بكرة. ده كان خريطة امبارح اتحددت خلاص ومعالمها وضحت وبقينا عارفين مين في المقدمة ومين بيتبعه، إلا أنه مصر ليها الحق أنها تحلم بأنها تكون جزء من الحاضر وأنها تكون جزء أكبر من المستقبل. عشان كده الكلام عن مدينة زويل والكلام عن جامعة زويل كلام يخص بكرة ويخص أجيال كتيرة جاية. لما نتكلم النهاردة عن جامعة زويل بنتكلم عن مش بس عن الناس الشاطرة قوي اللي بتعمل حاجة كبيرة دي، لكن بنتكلم عن دورنا إحنا في استمرار مسيرة النجاح. إحنا متشرفين جدا انه معانا الدكتور شريف صدقي المدير التنفيذي لجامعه زويل ومدينه زويل للعلوم. اهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا. جامعه ولا مدينه يا دكتور؟ هي مدينه. هي مدينه مش جامعه. هو الحقيقه خلينا نبص على ايه هدف المنشاه دي ونشوف بقى ليه هي مدينه وما هياش جامعه. هو في البدايه خالص احنا محتاجين نحدد فين الطلبه الموهوبين المتميزين ونوفر لهم البيئه المحفزه ليهم ان هم يبتدوا يفجروا ابتكاراتهم وابداعاتهم من خلال تعليم جيد ومن خلال ابحاث تطبيقيه تقدر تنقل الافكار بتاعتهم لحاجه تفيد الوطن وتبتدي تاثر على الاقتصاد وتحل المشاكل الموجوده وتتفاعل مع التحديات الموجوده عندنا. فبنبتدي في قلب المدينه في حاجه اسمها جامعه العلوم والتكنولوجيا، في هي مدينه في قلبها في جامعه العلوم والتكنولوجيا، ودي جامعه مبنيه مفهوم حديث مختلف خالص عن الجامعات التقليديه الموجوده. احنا ما عندناش كليات ولا اقسام خالص، احنا قلنا هندوب الحدود كلها ما بين التخصصات المختلفه لان الدنيا كلها دلوقتي كل العلم بقى كله بيني كلها متداخله في بعضها، بيسموه انتر ديسيبلينري، كل العلوم داخله في بعض. فاحنا قلنا هنعمل مجموعه من البرامج الاكاديميه البينيه في العلوم الحديثه اللي هي علوم المستقبل. فعندنا 8 برامج مختلفه في النانو تكنولوجي انجينيرنج، هندسه النانو تكنولوجي، هندسه البيئه، الطاقه الجديده والمتجدده، هندسه الفضاء، علوم النانو، علوم المواد، فيزياء الارض والكون، والعلوم الطبيه الحيويه. كل دي برامج حديثه جدا بتواكب احدث ما توصل اليه العالم. الدنيا كلها عايزه فعلا تدوب الحدود بين التخصصات المختلفه وتبقى كل البرامج المختلفه داخله في بعض. سؤالي يا دكتور بس، هو ده تدويب للحدود ولا ده زياده في التخصص؟ يعني حضرتك بتقوله ده لا مش زياده في التخصص. لا احنا مش زياده في التخصص دلوقتي، ما فيش دلوقتي مثلا كيمياء لوحدها ولا احياء لوحدها ولا فيزياء لوحدها ولا هندسه كهرباء لوحدها. لا، الهندسه مع العلوم في التخصصات كلهم بيشتغلوا مع بعض. انا نفسي مهندس ومعايا دبل ميجر، معايا بكالوريوس هندسه وما يوازي بكالوريوس علوم قسم فيزياء،
فلما ابتديت اشتغل كان دايما بين الهندسه والعلوم في فواصل كبيره، وبين حتى العلوم نفسها في الهندسه والعلوم نفسها في فواصل. لما خرجت بره لقيت الدنيا كلها داخله مع بعض، مفيش. طب دكتور، احنا عندنا عقده او يعني مشكله في الجامعات المصريه ومنقر بيها ان هي بعيده تماما عن سوق العمل. هل مدينه زويل حلت الازمه دي او المعضله دي؟ خلينا نكمل شويه القصه بتاعتها. فاحنا قلنا الجامعه فيها مجموعه من البرامج الاكاديميه، كل برنامج مرتبط بمعهد بحثي. نيجي بقى دي المركبه الثانيه في المدينه اللي هي المعهد البحثيه. طيب الطالب لما بيدخل الجامعه في البدايه خالص بيقدر يدخل الجامعه يبتدي يتعلم ويروح للمعاهد البحثيه وهو في مرحله البكالوريوس لسه بعد ثانويه العامه على طول، ويبتدي يشوف يعني ايه بحوث تطبيقيه. المراكز البحثيه دي بتتعامل مع المشاكل والتحديات الموجوده عندنا، الامراض المتوطنه، مشاكل بتاعت البيئه، مشاكل في الزراعه عندنا في بلدنا مختلفة. مش في العالم، لا احنا بنعمل حلول متخصصه تخرج لمصر طبعا بالطرق الدوليه بالابحاث المتقدمه جدا، ان احنا نبتدي نتخرج من المعاهد البحثيه دي حلول تحل للمجتمع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المعاهد البحثيه دي بتعمل بحوث تطبيقيه تخرج للمجتمع، يعني بتوطن صناعه، بتبتدي تخلق صناعه حواليها. وتيجي هنا المركبة الثالثة في المدينة اللي هي هرم التكنولوجيا، دي اللي هي الأداة اللي بتبقى عين المدينة على الخارج، اللي بتشوف إيه المشاكل الموجودة في المجتمع وتبتدي توجه الجامعة والمعاهد البحثية إنها تبتدي تعمل عليها، بحيث إن هو مثلا عندنا كشف المبكر عن هيباتيتس سي، ده حاجة مهمة جدا، ابتدينا نعمل لها حلول دلوقتي وإحنا على وشك إن إحنا نبتدي نطلع منتج صناعي يبتدي يروح للمجتمع، وهنتكلم على حاجات تانية كتيرة كده. فدي الأداة التالتة اللي جوه المدينة اللي هي بتاخد مخرجات البحث العلمي وتحولها لشركات وتبتدي توطن صناعة. وده بالتالي حضرتك أصلا بتحضر خريج طالع على مشكلة قائمة إن هو يحلها ويشتغل فيها أصلا. ويبتدي هو يبتدي ينشئ صناعة. فالخريج اللي عندنا ده مش بيدور على شغل، ما يبقاش هيبقى على الدولة، ده بيخلق شغل. كل خريجنا احنا الأعداد عندنا قليلة جدا، الجامعة بتاخد في حدود 300 طالب كل سنة. ال 300 دول المفروض بيخلقوا فرص عمل، دول قد السكشن اللي انا كنت فيه ده بالظبط. فهم هم احنا اعداد قليله، العلاقه ما بين الاستاذ والطالب ونسبتها بتبقى نسبه صغيره جدا، بحيث ان في اتصال وثيق ما بين الطالب. وطبعا الجامعه مبنيه على نظام محفز جدا للمواهب من حيث المعامل ومن حيث البيئه نفسها المحيطه بالطالب اثناء دراسته، بتحاول ان هي تفجر كل الطاقات اللي هل مدينه زويل هي مدينه للعباقره المصريين؟ يعني هل الانطباع اللي عند الناس ده ان دي هتطلع لنا دكتور احمد زويل، نسخ من دكتور احمد هو زويل؟ طبعا احنا بنحاول في المدينه كلها ان احنا نبحث عن الطلاب الموهوبين، ازاي نحدد الطلاب الموهوبين، مش اللي هو بيعرف يجيب 100% في الثانويه العامه، احنا بندور على طالب فعلا عنده مواهب، ومش شرط يكون جاي درجه عاليه في الثانويه العامه. وده بيرجعنا لكيفيه قبول الطلبه في الجامعه، احنا ما بنقبلش الطلبه في الجامعه بناء على درجاتهم في الثانويه العامه او ما يمثلها من سنوات اتمام الدراسه الثانويه، لا احنا بنعمل لهم اختبار قبول. اختبار قبول ده بنقيس مدى فهم الطالب، بس من فوق مجموعه 93% من فوق المجموع، ولو اقل من المجموع برضه بنقدر نسمح له ان هو يدخل الاختبار قبول. الاختبار قبول هو الفيصل بالنسبه لنا في القبول. فبندخل الطالب على اختبار قبول ده بنقيس مدى فهمه للعلوم الاساسيه زائد التفكير المنطقي، ده شق، وده بيبقى عليه تقريبا 60% من قرار القبول بالنسبه للطالب. وبنعمل له مقابله شخصيه، بنشوف فعلا الطالب ده عمل ايه، ثباته النفسي عامل ازاي، تفكيره عامل ازاي، بحيث ان احنا فعلا نبقى متاكدين ان ده طالب متميز. وان درجته في الثانويه العامه بيبقى عليها نسبه قليله جدا، فاحنا 60% على اختبار القبول، 10% على المقابله الشخصيه، 20% على اختبار الثانويه العامه، و10% على المستوى في اللغه الانجليزيه، لان طبعا مهم ان يكون عنده كل العلم كله بالانجليزي. واحنا ممكن ندي لهم ترم او سنه كامله لتحسين مستواهم في اللغه الانجليزيه. هل رفضتوا مثلا حد كان جايب 100%؟ ده احنا دي سؤال مهم جدا. لو بصيت على درجه الطالب في الثانويه العامه ودرجه اختبار القبول، احنا الطلبه اللي بيقول لنا معظمهم 99% 100% 6، لما تلاقي 100% كتير جدا بيبقوا بيرسبوا في اختبار القبول، لانه ده اللي جاي لحضرتك بشهاده الحكومه ان انا عبقري. هو جاي الحقيقه من دروس خصوصيه ومن تلقين اللي بيبقى متبرمج، هو فاكر نفسه هو متبرمج انما ما هواش فاهم العلوم الاساسيه صح، مش فاهم يعني ما هواش فعلا عنده الموهبه، هو بيعرف يحفظ كويس او كده. فبتبص تلاقي اللي جاب 100% ده ولو رسب في الاختبار القبول ما بناخدوش على طول، لو جاب اقل من 50% في اختبار القبول مهما كان جاب في الثانويه العامه. وتبص تلاقي متوسط نتيجه اختبار القبول تقريبا 63%، ودي نتيجه طبيعيه يعني، وده جاي من متوسط ثانويه عامه مثلا 99 او 98%. فتبص تلاقي في فرق كبير جدا ما بين المستوى الحقيقي والمستوى اللي هو. طب هل بتعملوا بقى تنسيق داخلي تاني بعد كده عشان تحدد حسب الطلب؟ احنا وكل شهاده بنعملها على حده،
يعني احنا بناخد كل الشهادات. ايه انواع ثانويه ازهريه، ثانويه عامه، علمي علوم وعلمي رياضه، اي جي الشهاده الفرنسيه، البكالوريوس الفرنسيه، كل الشهادات المختلفه احنا بنقدمهم. وعندنا الثانويه الازهريه ده اول جامعه غير ازهريه تاخد طلبه من الثانويه الازهريه، لانه الفكره عندكم اوسع، ان احنا بناخد كاليبر او شخص لائق انه بالزبط. يطلع في الاخر او يقدم المنتج بالظبط بالظبط بالظبط. فاحنا كده اتكلمنا على ثلاث مكونات جوه المدينه. المكونه الرابعه بقى احنا بنتكلم هنا على التعليم العالي والبحث العلمي، وازاي ان احنا بنحاول نقدم برامج في التعليم العالي مختلفه، وبنتعامل مع البحث العلمي التطبيقي. هنرجع ورا شويه ونقول والله زي ما بنغير في التعليم العالي نبص على التعليم الاساسي، وده المهم بالنسبه لنا، ازاي ان احنا نعمل مناهج مختلفه، ازاي احنا نعمل نجاح اهل مدرس بطريقه مختلفه. ففي مركبه رابعه في المدرسه في المدينه اللي هي المدرسه، فدي بنحاول برضو بس دي في المستقبل لسه. احنا النهاردة في الجامعة ومراكز الأبحاث بس. طب ما هو ممكن نقول انه اقرب حاجة للي حضرتك بتقوله مدارس الستام مثلا. مدارس الستام احنا بناخد منها، دي قريبة من الفكرة دي فكرة يعني. احنا برضو بنفكر ازاي نغير في الكوريكولم بتاعة التعليم الاساسي وطريقة اعداد المدرس، بحيث يبقى برضو الطالب من البداية خالص بيبتدي نحتضن الطلاب الموهوبين دول من البداية خالص، ويبتدوا بقى يتفرخوا للمجتمع كله، مش عشان يروحوا لجامعة العلوم والتكنولوجيا داخل المدينة بس. دكتور، طب الشق المالي بقى سواء كتمويل او كمصاريف اخباره ايه؟ احنا زي ما بقول حضرتك بندور على الطلبة الموهوبين، ومش شرط ان الموهبة دي تكون مرتبطة بالامكانيات المادية، ودي هي تحدي كبير بالنسبة للمدينة. طيب احنا دلوقتي لما بناخد الطالب بيسموني بلايند، ما نبصش خالص على امكانياته المادية. بعد ما نقبله بنقول والله تعالى بقى دلوقتي احنا المصاريف بتاعتنا كذا، تعال ادفع المصاريف، بنعمل له اسسمنت اقتصادية، بنلاقي ان معظم الطلبة ليست لديهم الامكانيه ان هم يقدروا يدفعوا المصاريف. فبالتالي بنبص نلاقي مثلا احنا المصاريف المعلنه 110,000 جنيه، التكلفه الحقيقيه للطالب 250,000 جنيه، لان طبعا بندي له امكانيات معمليه على اعلى مستوى على العالم. الاساتذه عندنا كلهم جايين طبعا بخبرات دوليه، وكلهم احنا بنجتذب الاساتذه المصريين اللي هم عندهم خبرات كبيره جدا وجايين من الخارج عندهم خبره. ودي كانت الفكره المبهره جدا في جامعه زويل اول ما تم انشائها، انه احنا قلنا كل الكوادر الكبيره دي لنفسها تخدم مصر، بتخدم مصر باللي اتعلمته. وبيلاقي فرصه كانه عايش بره بالظبط، يعني يقدر يعمل البحوث بتاعته، يقدر يلاقي البيئه المحفزه. طب وماديا بيقدر زي بره ولا؟ بندي مرتبات طبعا يعني بندي مرتبات كويسه، بحيث ان احنا بنوفر لعضو التدريس حياه كريمه كامله، ان هو يقعد من الصبح من الفجر للفجر زي ما بنقول كده، قاعد في محراب العلم يبحث، ومش هيبقى قلقان بقى ان انا عايز اجري اخلص حاجه بره او اعمل استشارات هنا، لا بيبقى قاعد كل وقته جوه المدينه، بحيث ان هو يقدر يبقى مستقر ماديا، وفي الوقت نفسه بيقدر يدي. طب هل انتوا قادرين بقى على تمويل كل الاعباء دي؟ يعني كده يعتبر الجامعه شبه يعني في الاخر بترسي ان مش حد بيدفع مصاريف، او يعني الغالبيه معتمدة على ان هي توقف. طب فاحنا اساس المدينة دي، وكانت فكرة الدكتور زويل ان دي شراكة ما بين المدينة وبين الشعب المصري، فده معناه انه الشعب المصري هيشوف ان في امل في هذا المكان وابتدي يتبرع له، ما بتبقاش عبء على الدولة. يعني الهدف المدينة دي انها ما تكونش عبء على الدولة، ولكن تكون كل لها دوام من المصادر التمويل بتاعها اللي هي اساسا على التبرعات طبعا. وده بيخلينا طبعا يعني ايه نناشد الشعب المصري ان هو يساعد المشروع دوت ويديله تبرعات. انا عايز اصدمك يا دكتور، بس حضرتك اكيد خدت الصدمه خلاص. احنا عندنا مشكله في ثقافتنا، انه احنا ما عندناش ثقافه ان انا اتبرع لثقافه ولا اتبرع لعلم. انا بتبرع للي بشوفه قدامي غلبان فبكرمش له الخمسه جنيه، او بتبرع لما بتعاطف مع مريض غير قادر على الدفع. فكره تغيير الثقافه، هل تعتبر يعني انا اكيد مش دوركم انكم كمان تثقلوا بتغيير ثقافه المصريين، بس تفتكر ايه مقترحاتكم اننا ممكن نقدم المدينه او الجامعه بشكل يشغل الناس بيها للدرجه اللي تغير شويه في ثقافتنا؟ ما هو طبعا دلوقتي لما نفكر فيها بعمق شويه هنلاقي انه احنا بنتبرع لمستشفى او لدار ايتام او لحد محتاج، علشان نعالج الشخص دوت او نوفر له حاجه، ده محتاج يكون ده مبني على اساس علمي، يكون مبني على اساس بحث علمي. فبالتالي انا لما بدي صدقه لواحد يتعالج، ولا ادي صدقه لعلم هيبقى موجود اجيال يمنع المرض مثلا، لا وده هيبقى موجود اجيال واجيال واجيال واجيال. فانا لو ببص على الاستثمار على المدى الطويل وعلى الصدقه الجاريه فعلا هي في العلم، انما انا لما بعالج حاله حاجه
ولما بحط العلم اللي يعالج حالات كتيرة جدا وراه بيبقى ده الأصل اللي هيعالج حالات كتيرة جدا. وده اللي احنا عايزين نبتدي يبقى عندنا وعي بالنسبة له ونبتدي نتعامل معاه بصورة مختلفة. احنا العلم ده ما هوش رفاهية، العلم ده لو يعني خلينا ناخد بعض الأمثلة من الحاجات اللي احنا عاملينها ونشوف ازاي دي بتأثر في المجتمع. خلينا ناخد مثال مثلا مرض السكر. لو لا قدر الله في حد عنده جرح صغير في ايده او في رجله بالنسبه لمرضى السكر، ده بيعمل غرغرينه لا قدر الله وممكن يطور لحاله البتر. احنا بنعمل ايه بالعلم؟ بنعمل حاجه اسمها الضماده الذكيه. الضماده الذكيه دي بتتحط على الجرح وبمده 9 ايام وبتبتدي تنشئ الجلد تاني، تبني الانسجه بتاعه الجلد تاني، وهي بتفضل محطوطه لونها بيقعد يتغير 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 لحد ما يوصل للون معين، منها بتعرف ان خلاص الجرح اتقفل بالكامل وبيشيل الضماده دي من على الجلد. بتعمل عمل الصفائح انت تبقى منتج في السوق. وده احنا يعني خلصنا التجارب الاولانيه بتاعتها وبنبتدي دلوقتي نشوف ازاي نحولها لمنتج تجاري. طب هل دي ممكن تبقى دخل بعد كده؟ ده من احد الاهداف بتاعتنا اللي احنا بالبحث العلمي نبتدي نوطن صناعه، ودي احد الصناعات اللي احنا بنتكلم عليها. حاجات ثانيه مثلا عملناها في سمال وده اختراع خاص بجامعه مدينه زويل ده نقل تجربه من مكان. لا 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 ده كله مسجل باسم مسجل مدينه زويل. الضماده الذكيه عملنا حاجه ثانيه بالنسبه مثلا للكشف المبكر عن هيباتيتس سي. احنا عندنا حالات كتير اتعالجت من هيباتيتس سي، بس في الحالات اللي هي حامله الفيروس، واحنا عندنا تقريبا 50 مليون حاله لازم تعمل لهم كشف وتحليل اذا كان حامل الفيروس ولا لا. البي سي ار ده ثمنه كام؟ ثمن التجربة الواحدة عليه تقريبا في حدود 400 جنيه، وبياخد 3 ساعات عشان يعمل التجربة دي. احنا عملنا حاجة مختلفة، فكرة مختلفة خالص تدي نفس نتيجة البي سي ار، تكلفتها تقريبا 80 جنيه ممكن تبقى اقل من كده، يعني خمس تكلفة البي سي ار، وبدل 3 ساعات تبقى نص ساعة. شوف يعني هنا توفير قد ايه بالنسبه لوقت وتكلفه. ودي احنا دلوقتي لسه كنا بنتكلم مع وزير الصحه بحيث ان احنا نبتدي نشوف ازاي هنبتدي نعمل عليها المرحله القادمه ان شاء الله في التجارب بتاعتها بحيث تبقى على طول. طب ايه كمان يا دكتور؟ يعني بص انا عايز احمد استنى عشان انت رجل اقتصاد عمال يسال امتى؟ الراجل بتاع فلوس كده وتجارب. ما بالظبط احنا يعني انا عايز اسال حضرتك، هو الطبيعي في العلم ان احنا نستعجل النتائج ولا الافضل اننا نبقى قادرين نتخيل خط سير العمليه دي؟ طبعا هو لازم الحاجه تاخد وقتها، في حاجات طبعا بتاخد وقت طويل جدا، يعني في ابحاث احنا بنعملها وممكن ما تظهرش للنور غير كمان 10 سنين، اللي هي بقى للعلاج اللي هو محتاج الاول تعمل على النماذج الحيوانيه في الاول وبعدين يتحول على النماذج الادميه ويتحقق منه ده. وفي حاجات كتير احنا بنشتغل فيها انا مش بتكلم فيها دلوقتي، في حاجات كتيره جدا على شلل الرعاش وعلى سرطان القولون وعلى وبعدين تبقى ابروفد عالميا وتنشر في مجلات كل حاجه ده وهي اوريدي منشوره، يعني الحاجات اللي بنتكلم فيها دي كلها منشوره في دوريات عالميه ليها تاثير عالي جدا، دي بتاخد وقت طويل. الحاجات اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي اتعملت واتجربت واتعمل لها براءه اختراع وعلى وشك خلاص ان احنا نشوف بقى فين الانفستور اللي هيجي، المستثمر اللي هيجي ويبتدي ياخد دوت. بس انا معجب جدا ان البدايه مع مرض سكر اللي هو مرض المصريين كلهم مع فيروس سي اللي هو فيروس نص الشعب المصري او يعني ما احنا بنحاول يعني برضه ذكاء اقتصادي برضه لا والمدينه دي جزء من جزء من الدوله وجزء من المجتمع، احنا بنتفاعل مع مشاكل المجتمع مش بنعمل حاجه لبره، احنا بنعمل حاجه للمجتمع بتاعنا. في حاجه تانية مهمه جدا بالنسبه مثلا للسماد، في سماد اليوريا. سماد اليوريا ده مشكلته ايه؟ ان هو بيتبخر عن درجه حراره منخفضه، والجو عندنا حر فعند 40 50 درجه بيبتدي يتبخر، فده فيه هدر كبير جدا، الى جانب انه بيدوب في الميه بسرعه، فتبص تلاقي الفلاح بيحط منه كميات كبيره جدا وما يستخدم، فالهدر بتاعه السنوي في حدود 4 ل 5 مليار جنيه، ده هدر بس هو غالي جدا. انت عارف 4 مليار دول في السنه، الهدر ده ثمن انشاءات المدينه كلها في سنه واحده. يعني مشروع واحد يقدر يجيب ثمن كل استثمارات المدينة في سنة واحدة. اللي عملنا ايه؟ عملنا بتكنولوجيا المواد النانومترية، غلفنا الحبيبات دي بمواد نانومترية بحيث انها تقلل معدل التبخير ده وتقلل معدل الذوبان، وفي الوقت نفسه الغلاف اللي تم حوالين الحبيبات دي معمول من مواد ما تتحولش مواد مسرطنة في التربة، كلها معموله من مخلفات زراعية، قش البرتقان والقش الرز والحاجات دي، بحيث انها ما تتحولش والفقت نفسه لما تدوب في التربه خلاص هتبقى غذاء للتربه،
وعملنا بعض التجارب على حقول في كفر الشيخ على محصول الرز، ولقينا نتائج حسنت جدا المحصول وقللت كميه السماد اللي بتتحط. الكلام ده في مصر يا دكتور؟ الكلام ده في مصر. الكلام ده في مصر. فده من ضمن الحاجات اللي عايز استاذن حضرتك في فاصل، لانه يعني احنا عايزين طبعا ان احنا بنسمع كده ومبهورين. انا شخصيا اخر يعني علاقتي بالاختراعات انه لما فؤاد المهندس المكنه طلعت قماش، يعني كان اخر فرحه الاختراع، اخر اختراع مصري اعتقد يعني حضرناه. فالحقيقه بجد الواحد وهو بيسمع انا قادره اتخيل تفاصيل البهجه المرتبطه بالكلام ده. الكلام ده يبدو كلام علمي شديد كده، موضوع مبهج جدا جدا، يعني مش بس مصر على الخريطه، ده احنا بنحس اننا بني ادمين حقيقيين مشاركين مش بس مستهلكين ومتفرجين. بعد الفاصل بنكمل كلامنا مع دكتور شريف صدقي. محمد صبحي كان ليه مقولة، الفنان الجميل محمد صبحي كان في سنبل بيقول لك إشي خيالي يا ناس. احنا قاعدين انا ودينا مع دكتور شريف من متقمصين دور محمد صبحي ومنبهرين، وفعلا من الخيال ان تسمع ومن الخيال الممتع والرائع ان انت تعرف ان مصر فيها الكلام ده، ان مصر فيها واحد بيخترع مكنة. انا مش هحكي بقى، انا عايز دكتور شريف ايه مكنة الموز. احنا كنا بنقول ان الطلبة اللي عندنا بيهتموا بالمجتمع وبيشوفوا مشاكل المجتمع ايه وحاولوا يحلوها، وده اللي هو بنسميه education for citizenship، ان المواطن يكون عنده تعليم ينفع المجتمع بتاعه. الطلبة اللي عندنا بصوا على قرية الوراق. قرية الوراق هي جزيرة في النيل ومشهورة بزراعة الموز. اللي بيحصل ان زرعة الموز بعد سنة لازم بيشيل الشجرة كلها وبتترمي، هيرويها فين؟ بيرميها في النيل او بتتحرق، فبالتالي ده تلوث البيئة، وده تلوث البيئة رهيب. الطلبة اللي عندنا جم لقوا ان في مهندس عمل مكنة بتحول المخلفات الزراعية للألياف، والمكنة دي اللي عملوا ان هي نزل سعرها من 25,000 دولار ل 10,000 او 15,000 جنيه تقريبا. الوقت خدوا المكنة دي ابتدوا يطوروها وابتدوا ياخدوا في المخلفات زراعة الموز ويستخدموها لتحويلها الى الياف. الياف تخش في صناعة النسيج، يصنعوا بيها الدبار بتاع المراكب او يعملوا بيها، وهم اثناء التحويل ده لقوا ان في سائل بيخرج من عملية التحويل دي ينفع كسماد للتربة، وبالتالي بدأ يعظم قيمة الاستفادة من مخلفات الزراعية لحاجة تفيد المجتمع. والاجمل من كده ان خد المكنة دي اللي هي 15,000 جنيه ويديها لربات البيوت في قرية الوراق ويحولها لعنصر منتج في المجتمع. يعني ست البيت اللي في الوراق دلوقتي بدل ما تحرق شجرة الموز او تترمي في النيل بتاخدها وتحولها لأنسجة ملابس والمادة بالظبط. فده تفاعل كويس جدا مع المجتمع. الولاد دول يا دكتور طلبة في سن 18 و19 دول طلبة في البكالوريوس دلوقتي النهارده، يعني دول طلبة 22 سنة. 21 22 سنة. فده والطالبة اللي عملت القصة دي مع المجموعة بتاعتها خدوا من ابو ظبي من الشيخة فاطمة جايزة ان هم ابداعهم بيفيد المجتمع. ومدينة زويل خدت جايزة من الشيخة فاطمة برضو ان هي بترعى المبدعين والمبتكرين. يمكن ساعات يا دكتور يقولوا كده انه الثقافة ساعات تبقى بعيدة عن الناس، يعني لما حد يرسم اللوحة عظيمة وقيمة جدا لكن مش مرتبطة بالناس. هو بصراحة دي الحاجة اللي في ميزان العلم دايما بتكسب، انه العلم دايما قريب من الناس ومرتبط بيهم وبيحسن حياتهم بشكل مباشر. انا عايز اسأل حضرتك على الأمثلة اللي نقدر نقول، حضرتك قلت لنا شوية حاجات حصلت فعلا، اللي نقدر نقول ممكن يحصل في خلال 10 سنين جايين لو مدينة زويل ساعدناها دعمناها قدرنا نخليها تكمل المشوار. يعني طبعا هو في أبعاد مختلفة للمدينة، وزي ما ذكرنا في البداية إنه في بحوث كتيرة جدا مهمة وبتاخد وقت طويل وبتحتاج معدات وبتحتاج تجهيزات وبتحتاج باحثين كتير يجوا يشتغلوا عليها. يعني في مثلا الابحاث اللي بتعمل في مجال السرطان عندنا، وازاي ان هو عن طريق التحليل الجيني للمريض يقدر يقول لنفس نوع المرض استجابه المريض تختلف. وهو بيعمل لما بيجي يقرا الشفره الجينيه بتاعه المريض يقدر يقول والله مجموعه المرضى دول ينفع معاهم الطرق التقليديه في العلاج، والمجموعه التانيين دول مش هتنفع معاهم، فبدل ما يديله كيموثيرابي ولا واتيفر ويبقى ليه اثار جانبيه سيئه جدا، لا يقول احنا نبتدي نفصل له علاج على
حسب التكوين الجيني بتاعه. والحاجات دي كلها يعني عملنا عليها ابحاث واتنشر، بس لسه طبعا المشوار بتاعها طويل قوي، فده من الحاجات اللي هي محتاجه دعم ومحتاجه مساعده. ايه كمان يا دكتور يعني ايه شغالين على ايه في خمس سنين او في 10، خلينا لغايه على 2020 30؟ طبعا احنا في عندنا دلوقتي بنبني مثلا غرفة نظيفة. الغرفة النظيفة دي بتبقى غرفة ليها ظروف مختلفة خالص، ان مفيهاش ذرات تراب خالص، وبتساعد على تصنيع الأنظمة المتناهية الصغر اللي هي بتخش بقى في تطبيقات كتيرة جدا، زي حاجات بتاعت العربيات اللي هي حاجات بتاعت الأرباج، أنظمة الرؤية الليلية، الحاجات بتاعت اللي هو بيقول لك اسمها لابون شيب، بتلاقي في معمل المريض بيبقى شايله وفي كل التحاليل بتاعته، بيقدر ينقل مثلا رسالة للمستشفى اللي هو بيتعالج فيها وهو قاعد في البيت، وخاصة بالنسبة للناس الكبار في السن وكده بيقدر ان هو يعمل لهم في ظل جنون الموبايل عند المصريين، مفيش اختراعات ليها علاقة بتصنيع موبايل او تصنيع حتى اكسسوارات او تعالجنا من الموبايل برضو الاستيراد او سفه الاستيرادي للحاجات اللي زي دي؟ الغرفة النظيفة دي هي عبارة عن تكنولوجيا يعني بنية تحتية للتكنولوجيا، تحدد انت عايز ايه وبتبتدي الباحثين يخشوا جواها ويبتدوا يفكروا ويشوفوا يعملوا ازاي، ويبتدوا يطلعوا كل ابتكاراتهم بحيث يفصل حل على حضرتك عايزه. حاجات الاستراتيجية دي بقى دي مفتاح لحاجات كتيرة جدا جدا جدا. دي كنا بنينا في الموقع القديم غرفة كبيرة جدا، دي يمكن دي الوحيدة يعني، هي ده تخصصي انا في الابحاث يعني. عملنا واحدة كنا في المكان القديم وفكناها دلوقتي وبنبتدي نبنيها من اول وجديد في المقر دي. دي هتعمل فتح كبير جدا لابحاث كتيرة جدا في المستقبل، في حاجات في الستام سيلز. ماذا تطلب من الشعب المصري؟ يعني انا لو قلت حضرتك وجه للشاشة دلوقتي نداء، احنا مبهورين كاختراعات وفخورين ان يبقى موجود في مصر، مطلوب ايه من المصريين عشان المشروع العظيم ده يستمر ويكمل للشعب المصري؟ ده مشروعكم، ده مشروع مصر القومي للنهضة العلمية. الطلبة اللي عندنا دول جايين من 24 محافظة مختلفة، احنا مش بناخد بس من القاهرة ومن الجيزة، لا ده احنا فاتحين المشروع ده لكل اطياف الشعب المصري، وبنقول للناس الطلبة اللي عندنا محتاجين ان احنا يكون في دعم، والمكان نفسه محتاج دعم. ممكن قوي حد يتبنى منح لطلبة، ممكن حد يتبنى مشاريع، واحنا عايزين الفلسفة بتاعتنا انه احنا مش بس تبرعات، احنا لازم كل اللي بيتبرع او كل اللي بيساهم يكون في مكسب، ضروري يكون ليه مكسب من القصة دي. واحد مستثمر عايز يستثمر في بحث معين، عايز يستثمر في طالب، استثمارها في طالب النهاردة ده ليه مكسب على المدى البعيد طويل جدا، لما نبتدي الطالب ده نرعى واحد مبتكر يقدر يعمل وراه صناعات كتيرة جدا من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. طب هل الجامعة او هل المدينة عاملة يعني باكيجات معينة او باقة ان انا مثلا ادخل ادفع مصاريف طالب الفلاني طبعا او طبعا كذا طبعا او كذا؟ طبعا في في يا اما بنعمل مثلا، احنا طبعا في مرحلة البنى وعندنا طبعا قصور كبير جدا في تمويل البنى، لان احنا ما فيش موارد خالص. البنى الانشاءات نفسها فطبعا دي محتاجة، ودي ممكن بقى حد ياخد يسمي مبنى باسمه، يسمي جزء صغير باسمه زي ما امكانياته بتسمح، دي في متاح ليها كتيره جدا، وده النظام العالمي بره يعني. اي جامعه بره بتتبني ان بيجي حد بيسمي مبنى كامل او بيسمي معمل او بيسمي قاعه دروس او واتفر. دي حاجه. وفي حاجه تانية اللي هي بالنسبه للمنح الطلاب، ممكن يرعى طالب 2 3 وتبقى المنحة باسمه، ودي صدقة جارية، ممكن يحط وديعة والوديعة دي رايحة يخرج مثلا كل سنة بقى فيه طالب. في ناس عملت كده دكتور بالفعل؟ في بعض الشركات تبرعت بمنح، بس احنا طبعا محتاجين كمية كبيرة جدا من المنح دي، لان انا النهاردة عندي داخل على 1000 طالب في السنة الجاية، فمحتاج منح كتيرة جدا. المنح اللي عندي النهاردة يمكن 70-80 منح، وعايزين نكبر الكلام ده. يعني نقدر نقول كده انه المدينة محتاجة سنويا قد ايه؟ مبلغ قد ايه؟ احنا مصاريفنا السنوية تقريبا بندخل في 200 مليون جنيه، ده المصاريف السنوية، ده الاوبريشن كوست بس اللي هي مصاريف التشغيل بس، غير الالتزامات اللي علينا لاستكمال الانشاءات اللي هي تقريبا اجماليها 4.2 مليار جنيه. احنا دفعنا منهم مبلغ صغير جدا، وطبعا رئيس الجمهورية الحقيقة مهتم جدا بالمشروع ده وبيساند ومدي للجيش تعليمات واضحة ان لازم نخلص المشروع ده، بس طبعا لازم الالتزامات دي تتسدد، لابد ان احنا نتسدد يعني. حتى ورئيس الجمهورية نفسه نادى الشعب ان هو يساند المشروع دوت ويدعمه من خلال القنوات التبرعات. طيب معانا دكتور ابراهيم الشربيني، استاذ ومدير برنامج علوم النانو بمدينة الزويل. دكتور ابراهيم مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. اهلا وسهلا دكتور.
اهلا بيك يا فندم، اهلا استاذه دينا، وبرحب بضيف حضرتك الدكتور شير صدي. اهلا بحضرتك دكتور، اعلم ان حضرتك عندك يعني ابهارات اخرى، فعايزين نسمعها منك. اخبار النانو تكنولوجي ايه، وايه الحلول اللي ممكن النانو يقدمها لنا في ظل يعني او في المشاكل اللي مصر فيها عامه، سواء صحيه او هندسيه او اقتصاديه او اي حاجه. تمام. هو طبعا علم النانو بطبيعته علم تطبيقي، غير كمان انه تطبيقي علم مركزي، بمعنى انه بيتداخل مع كل مناحي التطبيقات في حياتنا، وده قوته. وعشان كده مدينة زويل كانت عندها مبادرة قوية جدا في إنشاء والاهتمام ببرامج علوم وتكنولوجيا النانو اللي هي العلوم والهندسة. احنا في المجموعة بتاعتي الحقيقة في المركز اللي بأشرف بإدارته بنعمل على تصميم وتحضير نوعية جديدة من المواد، مش بس مشكلة بالنانو تكنولوجيا أو تكنولوجيا النانو، ولكن كمان بنعتبرها مواد ذكية عندها قدر من الذكاء الاصطناعي، هي نفسها بتقدر تدرك أي تغير في المؤثرات اللي حواليها وتستجيب بشكل ذكي. بعد كده بنقدر نطوع المواد دي في اتجاهات مختلفة وتطبيقات عديدة، منها اللي بيخص البيئة وتحليل المية ومعالجة المية الملوثة، منها ما يخص الطاقة، حل المشاكل الصناعية الراهنة في مصر. لكن بنركز في المقام الأول حاليا على التطبيقات الطبية. وبرضو عندنا زي ما الدكتور شريف أشار من شوية، مشكورا يعني، إن عنا على حل مشاكل مصر الراهنة. دكتور إبراهيم، طب يعني حدد لي حاجة مثلا شغالين عليها تهم المصريين، أو نزف لهم خبر إن مرض كذا شغالين فيه، حتى ولو مش قريب أو لو بعد عدد من السنين. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بنشتغل عليها مرضى السكري بصفة عامة، اللي بيتجاوز عددهم 10 مليون مصري عندنا، وده عدد كبير جدا حقيقة. فبنحاول نقترب من حل المشكله دي اكشوالي من اتجاهات متباينه. يعني مثلا موضوع الضمادة الذكيه اللي الدكتور شريف اشار اليها، ده احنا بندعي ان هو حاجه مهمه جدا جدا لكل المصريين، لان ما لا يقل عن 25% من 10 مليون دولت بيصابوا باصابات جروح، وجروح بتبقى خطر وبتبقى بتعرضهم للاسف الشديد ساعات لحالات بتر. فاحنا صممنا ضمادة عندها القدره في وقت قصير جدا ان هي تتلزق لمره واحده بس، مش محتاج المريض يغير على الجرح، في فتره وجيزه بنتكلم من 9 ايام ل 20 يوم بحد اقصى، تقدر تعالج الجرح. ومش بس بتعالجه بشكل طبيعي تماما بدون اي ندبات الى اخره، وبيقدر المريض من خلال مستشعر او تغير في لون الضماده يقدر يراقب الحركه بتاعه الالتئام ده، فيقدر لما توصل للون معين يقول خلاص الجرح التئم ويشيل الضماده. في برضه حاجات تانية تخص مرضى السكري، في بعض الأدوية اللي موجودة في السوق بالذات لمرضى السكري من النوع الثاني، احنا بنحاول نحل مشاكلها بتكنولوجيا النانو عشان ان شاء الله تنزل في الأسواق، تساعد مرضى السكر اللي عددهم كبير جدا في مصر على المشكلة. أضف إلى ذلك في كمان بنتحرك في ان احنا نعمل تكنولوجيات جديدة نحل بها مشاكل واقعية مش بس في مصر، ولكن نقدر ننطلق بها للعالمية وتبقى نو هاو خارجة من مصر. زي مثلا على سبيل المثال طورنا تكنولوجيا جديدة لتوصيل أي دواء لعلاج أمراض العيون. حضرتك عارف طبعا إن لو في أي واحد مصاب بمشكلة في عينه، الحل الأمثل والأكثر شهرة هو استخدام قطرات العين. للأسف الشديد ما لا يقل عن 97% من الجرعة الدوائية اللي بتاخد بقطرة العين بتهلك، بتنزل مع الدمع، يعني مجرد ما المريض بياخدها، وبالتالي العين لا تحتفظ إلا بقدر بسيط جدا لا يتجاوز 3%. البديل كان الجل، بس الجل ما ينفعش المريض يستخدمه الا قبل ما ينام عشان ما يقدرش يشوف بيه بالنهار. بديل اخر كان عدسات اللصق اللي بيحطوا فيها ادويه، وطبعا دي غاليه جدا، حتى لدرجه ان في من ضمن الحاجات ان هم يستخدموا اقراص صلبه تدوب لما تحط في العين. طبعا مين هيستحمل ده؟ في ناس ما بتستحملش تحط القطره في عينها. فكل دي للاسف شديد مشاكل بتحد من استخدام الطرق العلاجيه لعلاج امراض العين القويه، مش بس ما بتكلمش عن حساسيه وامراض بقية. والحل كان ايه يا فندم من مدينه زويل؟ الحل يا فندم ان احنا جينا بتكنولوجيا جديده تم تسجيلها الحمد لله دولي في اماكن مختلفه في امريكا وفي اوروبا دلوقتي، عملنا الياف نانويه حاجه زي طبقه رقيقه جدا سمكها لا يتجاوز يمكن 1/10 من سمك الورقه بتاع التصوير العاديه، وابعادها 4 مللي في 4 مللي، حاجه بتاخدها على طرف صبعك مجرد ما بتشيلها من الكفر بتاعها وبتحطها تحت الجفن السفلي. دي بتقدر تطلع الدواء لمده تتجاوز ال 10 ايام، مش محتاج المريض يغيرها خالص. اولا المريض مجرد ما بيحطها عشان سمكها رفيع جدا ما بيحسش بوجودها اصلا.
مفيش اي مشكله ولا حتى قطره ولا اي حاجه خالص. وبتقدر توزع الدواء بشكل متجانس جدا جوه العين. دكتور ابراهيم انت بس معلش طمني، متاكد ان القائم على الاختراعات ده مصريين 100% كلهم؟ يا فندم كل الشباب بتوعنا اللي بيشتغلوا معانا كلهم المصريين بخير يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. انا بس انا بطمن يعني بس الواحد زياده في الاطمئنان بجد. دكتور شريف الخميسي معانا على التليفون، رئيس المؤسسه المركز لمركز ابحاث الجينوم ولا الجينات يا دكتور؟ الجينوم خريطه الجينات. مسمينها ايه دكتور؟ استاذنك حضرتك وطي صوت التلفزيون. ودكتور شريف اتفضل. يا اهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور دكتور شريف. احنا يعوزنا يعني الوقت ان احنا نقعد نتكلم عن كل يعني المخرجات اللي حصلت من مدينه زويل، لكن لو حضرتك تقدر تلخص لنا اهم العناوين اللي ممكن المصريين يهتموا او ينتظروا بترقب يعني انها تخرج من مدينه زويل. طيب هو زي ما اشار الدكتور شريف صدقي من شويه، احنا بنشتغل في المركز على محاور متعدده، منها ان احنا بنحاول نفهم العلاقه ما بين الطفره التركيبه الجينيه بتاعه المرضى هنا المصريين، لانها مختلفه طبعا عن التركيبه الجينيه للمرضى للناس اللي في اوروبا او في امريكا او في مصر، وعلاقتها بالامراض واستجابه المرضى دول للادويه، لان ده بيوفر في استخدام العلاج وبيقلل من الاعراض الجانبيه المضافه للعلاج زي الكيماوي على سبيل المثال. ده محور من المحاور. المحور الثاني اللي احنا شغالين عليه هو ان احنا بنجمع احد مزايا مدينه زويل اللي هو العلوم البيانيه، ان احنا ما بنشتغلش في حاجه واحده بس، بنحاول نشوف ايه العلوم اللي ممكن تفيد بعضها وتستفيد من بعض. فاحنا مثلا في الجينومكس او في علم الجينات جمعناها مع علم النانو تكنولوجي وعملنا اداه جديده من خلالها بنقدر نكشف كشف مبكر عن فيروس سي اللي هو طبعا مشكله قوميه هنا في مصر. والحقيقه الدوله عملت مجهود غير عادي في توفير العلاج الجديد لفيروس سي، والمشكله الحاليه اللي موجوده في مصر هو ان في ناس كتير قوي ما احناش عارفين اذا كان عندهم او كاريرز ولا لا للفيروس ده. حوالي 50 مليون المفروض يتعمل لهم مسح في خلال الكام سنه اللي جايين. التكلفه اللي انا شايف الدكتور احمد مهتم بالتكلفه، التكلفه للمسح ده بنتكلم في حوالي 500 جنيه تقريبا للتست، يعني بنتكلم حوالي 25 مليار جنيه. اللي احنا عملناه بان احنا جمعنا ما بين الجينومكس والنانو تكنولوجي، ان احنا نزلنا التكلفه للعشر تقريبا ونزلنا الوقت 50 جنيه مثلا بالظبط كده. نزلنا الوقت من 3 ساعات لاقل من نص ساعه، والاهم من كده كمان ان هي بورتابل، بمعنى ان الحاجه الجديده دي ممكن تروح للمريض او تروح للقرى بدل ما نخلي المريض هو اللي يجي. نقدر نستناها في خلال قد ايه يا دكتور؟ والله احنا طبعا الحاجات اللي زي كده بتمر بفيزز، احنا خلصنا الفيز الاولاني اللي هو الفيز بتاع الديفلوبمنت نفسه، وعملنا كمان تجارب اوليه على بعض العينات من المرضى، ودلوقتي داخلين على الفيز رقم 2 ورقم 3. وفي مصر هنا مصر بتشهد برضو طفره جديده في التشريعات القانونيه التي تقنن استخدام مثل هذه الادوات على المرضى والعاملين اللي هي الكلينيكال ترايل. ففي قانون دلوقتي هيتناقش في مجلس الشعب قريب ان شاء الله، لما يتم الموافقه عليه هيقنن الموضوع ده، فاحنا ماشيين في الاتجاه ده ان شاء الله. اشكرك يا دكتور. دكتور شريف الخميسي رئيس المؤسس لمركز ابحاث الجينوم في مدينه زويل العلوم. دكتور الوقت للاسف يعني خلص، واحنا عايزين كلمه اخيره من حضرتك لكل المصريين، وسيب الباقي علينا، احنا هنفضل نزلنا على الناس لان احنا مقتنعين جدا. زي ما بنقول ان احنا يعني عايزين يبقى في عهد جديد ازاي يبقى في شراكه ما بين الشعب وما بين العلم، وازاي الشعب يسابورت العلم ويسانده عن طريق تبرعاتهم وعن طريق سيناريوهات مختلفة يستفيدوا بيها من المخرجات اللي احنا بنعملها، ويساعدوا الطيور المهاجرة انها ترجع للبلد. ومدينة زويل ده نموذج لابد من تكراره، فاذا نجح الشعب ان هو يساند مشروع زي كده ويرفع العبء من على الدولة، النموذج ده هيتكرر في حتت أخرى كثيرة طبعا. ويبقى في نقط مضيئة كثيرة، وفي اوريدي نقط كتير مضيئة الحقيقة. احنا مش بنقول احنا لوحدنا، البلد مليانة ما شاء الله حاجات كتيرة جدا، ومصر ولادة وفيها خير كتير، فيعني محتاجين في الوقت الحالي الدعم من الشعب. واحنا في التبرعات على حساب ألف ألف، هو دلوقتي في كل البنوك وفي بنك مصر بالأخص بيبقى في التبرعات عليها.
اشكرك دكتور شريف صدقي. بجد يا جماعه يعني هو نداء من القلب للمصريين جميعا، عايزين نغير هيكل اهتماماتنا في التبرعات الخيريه والمجتمعيه، لان فعلا الدنيا اتغيرت. مع كامل احترامي لشنطه الخير وللكيس الزيت والسكر او لبناء مسجد او كنيسه، النهارده اللي بيصلي بيصلي في الشارع، ربنا ما حط الشروط للمسجد. بدل ما بقولكش بدل، يعني لو انت بتتبرع لمسجد، المساجد كتير والكنائس كتير، الاكل والشرب بيروح ويجي وعادي، والواحد يعني بيعتاد عليه. ولكن ده فعلا صفحه جديده لازم نفتحها في صفحه كل التبرعات الخيريه. تبرع لمارين زويل على حساب ألف ألف، هتلف الدنيا، والعلاج اللي مارين زويل هتخترعه انت وغيرك وغيرك هتستفيدوا منه. وبجد ألف ألف لازم يبقى رقم ثابت في خيالنا، تبرعوا لمدينة زويل. وشكرا جزيلا دكتور شريف صدقي، شكرا دينا. أنا عايز أقول بس كلمة، عشان أنا فعلا يعني حاسة كده أنه إحنا طول الوقت بنشتكي من الضلمة، الضلمة في مجالات كتير، يعني من الضلمة في الفساد، والضلمة في طريقة التعامل والتأخر في حاجات كتير. فإذا كنا بنشتكي في الضلمة فالعلم نور، خلينا ندعم العلم. لا تنور. شكرا جزيلا.